معاكم، دي محطات مختلفة جولنا من خلالها معاكم على الهواء مباشرة ما بين أستاذ شوك دينغ مرورا بالأستاذ أفرع عبد العظيم وصولا لكل فقراتنا وتقاريرنا اللي نشر الصباح. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا برفقتنا، تحياتي وفريق العمل السعيد جدا بنقول كل هذا الجهد المباشر حتى الملتقى، دمتم دائما في رعاية الرحيم، وبكرة فريق عمل جديد، مع السلامة. ترجمة نانسي.